حقيقة نحن منذ انتخاب مجلس النقابة الحالي قبل 6 أشهر كنا ندرك مسبقا أن حالة الإعلام الأردني حالة صعبة ويواجه الكثير من التحديات والتعقيدات، وبالتالي كان في ذهننا جميعا نقيب ونائب نقيب وأعضاء مجلس أن نشتبك مع الأزمة التي تشهدها وسائل الإعلام الأردنية وتحديدا الصحافة الورقية، وكان في ذهننا أيضا أن يكون لدينا خطة للتعامل مع هذا مع هذه الأزمة ومع هذا الإشكال بسياقين حقيقة. الأول أن نحافظ على استقرار واستمرار المؤسسات، والسياق الثاني ومنسجم تماما مع السياق الأول هو المحافظة أيضا على استقرار واستمرار دخول ومعيشة زملائنا وأمنهم الوظيفي في هذه المؤسسات. وبالتالي منذ اللحظة الأولى كان لدينا رغبة في أن نشتبك حقيقة مع هذا الأمر على المستويات عدة. المستوى الأول أن نشتبك أيضا مع إدارات المؤسسات حتى نفهم بالضبط طبيعة هذه المشاكل، طبيعة هذه التحديات، طبيعة هذه التعقيدات التي تواجهها على المستوى الاقتصادي، ومن ثم أيضا نشتبك مع الحكومات والحكومة الحالية تحديدا حتى نستطيع أن نسهم بطريقة أخرى في معالجة أو التخفيف حقيقة من أزمات هذه الصحف الاقتصادية، وكيف يمكن أن تتساعد الحكومة في هذا الجانب، خصوصا أن الصحف التي تواجه إشكالية هي صحف في جزء كبير منها مملوك من أسهمها مملوك للضمان الاجتماعي، وبالتالي هناك مسؤوليات على الضمان الاجتماعي وهناك مسؤوليات على الحكومة. حتى نفهم بالضبط المسارات كيف تمضي لابد من فهم بالأول الإشكال اللي واجه الإعلام الأردني. الإشكالية اللي تواجه الإعلام الأردني سواء كان رسمي أو كان خاص في سياقين. السياق الأول اقتصادي، المؤسسات الإعلام الرسمي كوكالة الأنباء ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون تحتاج إلى دعم حقيقي من الحكومة، تحتاج إلى موازنات أكثر جدوى، بمعنى أن الموازنات الحالية متواضعة قياسا بما يجب أن تكون عليه حالة هذه المؤسسات، تحتاج إلى موازنات أكبر حتى تطور أولا مهارات الكادر الموجود لها، تستقطب كفاءات إضافية، ومن ثم أيضا الإمكانيات الفنية يجب أن تكون في مستوى أرقى ومستوى أكثر جودة، وبالتالي تتمكن هذه المؤسسات من أن تنافس مثيلاتها، خصوصا وأنه اليوم ثورة المعلومات وثورة الاتصال وثورة التواصل كبيرة جدا ومتسارعة جدا، وبالتالي إذا لم تكن هذه المؤسسات لديها الإمكانية المالية الكافية لا يمكن أيضا أن تواجه هذا التنافس، ولا يمكن أيضا أن تحافظ على جمهورها وتحافظ على قراءها وخصوصا مؤسسة الإذاعة والتلفزيون. هذا أيضا يحتاج أن يكون الكادر المنخرط والمشتبك في الجانب الإعلامي في هذه المؤسسات أيضا يجب أن يكون مرتاح ماديا حتى يتمكن من الإعطاء بإبداع وبطريقة خلاقة وبطريقة أكثر جدوى. الجانب القطاع الخاص بصراحة الصحف الأردنية الكبرى تواجه أزمات اقتصادية صعبة، تواجه أزمات اقتصادية نتيجة تراكم المديونية، تراكم والكلفة التشغيلية العالية جدا التي تكلف هذه المؤسسات. تفاقمت الأزمة نتيجة تراجع نسبة الإعلان، نتيجة تراجع نسبة المبيعات، نتيجة تراجع نسبة الاشتراكات، وبالتالي وجدت المؤسسات نفسها في مأزق كبير جدا، مأزق اقتصادي لدرجة أن بعضها لا يستطيع أن يؤمن رواتب شهرية للموظفين الموجودين فيها. في مشكلة صراحة في إدارات المؤسسات، أنا أعتقد أن الأزمة التي تواجه المؤسسات الإعلامية تحتاج إلى إدارات أكثر إبداعية، تحتاج إلى إدارات خلاقة قادرة على أن تشتبك مع الأزمة، قادرة أن تكون لديها حلول إبداعية للمشاكل التي تواجه هذه المؤسسات، لأنه إذا ما إدارات المؤسسات كانت قادرة على معالجة الأزمة وإدارة هذه الأزمة بشكل صحيح وسليم، أنا أعتقد أن الأزمة ستتفاقم. إحنا يفترض أنه ننتهي بصراحة من موضوع التنفيع في موضوع التعيينات، يعني الأصل أن نختار رؤساء تحرير، أن نختار مدراء عامين، أن نختار رؤساء مجالس إدارات، أعضاء مجالس إدارات من الناس اللي لديهم إمكانية الاشتباك مع الأزمة، من الناس اللي لديهم الإمكانية بإدارة هذه الأزمة والتفكير بشكل مختلف لتأمين استقرار واستمرار هذه المؤسسات على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب المهني. عندنا مشكلة اقتصادية يوازيها أيضا بصراحة مشكلة في المحتوى. اليوم أنت بتواجه في ظل ثورة الاتصالات المتعلقة بالمواقع الإلكترونية المعلقة بالفضائيات، كثرة الإذاعات المتعلقة أيضا بمواقع التواصل الاجتماعي، تحتاج إلى محتوى مختلف، تحتاج إلى محتوى يبقي المستمع ويبقي المشاهد ويبقي القارئ على تواصل واتصال مع المؤسسة الإعلامية التي يرى أنها يعني تلبي طموحاته أو تضيف له القيمة الإعلامية التي يريدها. فالمشكلة بالسياقين، مشكلة اقتصادية تحتاج إلى حلول، ومشكلة بالمحتوى يحتاج إلى مراجعة.
ولا يمكن أن يكون هناك حل اقتصادي فقط بمعزل عن الجانب المهني، ولا يمكن أن يكون هناك حل مهني بمعزل عن الجانب الاقتصادي. هذا يعني بالمحصلة الكبرى أنه إن نحتاج إلى أولا وبشكل أساسي إلى مراجعة بصراحة الاستراتيجية الإعلامية، مراجعة الخطاب الإعلامي للدولة الأردنية، مراجعة هذا بالمستوى الشمولي ليكون أكثر حيوية ومرونة وأكثر موضوعية ومهنية حتى يحافظ على جمهوره. المؤسسات الإعلامية نفسها يجب أن أيضا تراجع طريقة خطابها والسياسة الإعلامية التي تدير فيها شؤونها، حتى أيضا تتماهى مع التطور الذي يحدث، وحتى تحافظ أيضا على جمهورها. وإلا إذا فقدته، هو ما يحدث الآن، إذا فقدته هي عمليا فقدت تأثيرها، فقدت قيمتها، فقدت أهميتها، وبالتالي خروجها من المشهد يكاد يكون حتمي. وبالتالي ليس للدولة مصلحة أن يخرج الإعلام وإعلامها تحديدا من دائرة التأثير، سواء كان على المستوى المحلي أو الإقليمي أو على الدولي إذا ما جاز لنا التعبير. أنا بحكي دائما أنه الإعلام هو لسان الدولة، ولا أعتقد أن هناك دولة في العالم تدرك أهمية الإعلام تقوم بقطع أو قص لسانها. وبالتالي المطلوب تفكير بشكل مختلف، أن لا نتعامل مع الإعلام باعتباره مؤسسات اقتصادية، مؤسسات مدرة للدخل، مؤسسات بتربح. هذا غير واقعي وغير منطقي، لأنه اليوم إذا ما احنا شفنا بعض أهم الوسائل الإعلامية في العالم هي مملوكة لدول، في فرنسا، في بريطانيا، البي بي سي، رويترز الفرنسية، الدول تملك إعلام وتضخ عليه أموال كبيرة لأنها تدرك أهمية الإعلام، وتدرك أن الأزمات لا تدار بالإعلام، أن الحروب تدار بالإعلام، أن الإعلام القوي هو الذي يصيغ وعي الناس واتجاهاتهم، وتصل روايتها وتصل تصوراتها واتجاهاتها وقراراتها السياسية للناس في الداخل والخارج في ظل إعلام قوي. إن كان الإعلام ضعيفا أعتقد أن الدولة تخسر، أي دولة في الدنيا تخسر إذا كان إعلامها ضعيف ولم تنخرط مع هذا الإعلام بالشكل اللائق وبالشكل المناسب. إدراكنا كمجلس نقابة بصراحة لهذا الخلل دفعنا منذ اليوم الأول أنه نشتبك مع هذا الأمر في جانبين، والجانب الأساسي والجوهري الآن هو محاولة تأمين استقرار هذه المؤسسات من ناحية اقتصادية. وبالتالي كان الحديث واضح مع دولة رئيس الوزراء في هذا الجانب، وتمكننا في المرحلة الأولى من أن نرفع مثلا سعر الإعلان الحكومي، الكلمة كانت تحاسب الإعلانات الحكومية على الكلمة بربع دينار الكلمة، تمكننا من أن نرفعها إلى 55 قرش، بمعنى رفعنا نسبة دخل الإعلانات للصحف بنسبة 120%، كانت حوالي 3,700,000 في العام، أصبحت الآن أضفنا لها 4,200,000، يعني تقريبا الآن كلفة الإعلان الحكومي أو الدخل المتأتي من الإعلان الحكومي بالمجمل حوالي 8 مليون. نعتقد أن هذه تسهم بطريقة أو أخرى في التخفيف من الأعباء المالية وتؤمن تدفقات مالية مستمرة لهذه المؤسسات حتى تتمكن من الاستمرار وأن تغطي الكلف التشغيلية الموجودة فيها. الجانب الثاني اللي بنشتغل عليه ولم ينتهي بعده زيادة عدد الاشتراكات. نعتقد أنه زيادة عدد الاشتراكات مهم خاصة في القطاع الحكومي، لأنه أيضا هذا يؤمن تدفقات مالية إضافية لهذه المؤسسات. الجانب المهني بنحكي فيه بشكل مستمر، لكن أعتقد أنه نحتاج إلى حوار أطول وأعمق، مع مو فقط مع المؤسسات الإعلامية، حتى مع مستويات القرار السياسي في الدولة الأردنية، أنه الخطاب الإعلامي الحالي اللي بيظهر بالإعلام غير مجدي، هو بصراحة طارد للقارئ، طارد للمستمع، طارد للمشاهد. أنت بتفقد المشاهد وبتفقد قارئك وبتفقد جمهورك لصالح قنوات أخرى، ربما تكون هذه القنوات لها أجندات، ربما هذه القنوات لها سياسات مرتبطة بأجندات دولها، لديها هدف معين، تريد صياغة وعي جمهورك من جديد، تريد أن توجه الرأي العام في الأردن بشكل مختلف. بيتماهى مع مصالحها ولا شرط، وليس شرط أن يتماهى مع مصالح الدولة الأردنية. وبالتالي موضوع المحتوى يجب أن ننخرط بشكل أكبر وأعمق في هذا السياق. اليوم هناك ربما اتفاقية مع أحد الصحف تؤمن لها دخل بموجب عقد للإعلانات الحكومية مسبقة، نتمنى أن تنجح الاتفاقية، ويجب أن تنجح، لأنه ما في مجال عند هذه المؤسسة أن تخرج من أزمتها، أو على الأقل
تضمن استمرارية لفترة حتى تعيد إنتاج نفسها بشكل صحيح وسليم إلا من خلال هذه الاتفاقية. ونتمنى أن تنسحب على المؤسسات الأخرى لأنها تسهم في تخفيف من مشاكلها الاقتصادية، ومن ثم تمكنها من أن تأخذ نفس وتقدر تنطلق مرة أخرى بشكل أكثر إيجابية. في سياق ذلك كله لابد من مسألة أساسية ومهمة إحنا بنحكي فيها بشكل مستمر، هي موضوع الحريات. أنا أعتقد أنه إعادة النظر في الخطاب الإعلامي وإعادة النظر في السياسة الإعلامية وإعادة النظر في الاستراتيجية الإعلامية يتطلب ويستوجب أن تكون موضوع الحريات جزء من المراجعة. إحنا لدينا العديد من التشريعات صراحة التي تتعامل مع قضايا المطبوعات والنشر، تتعامل مع قضايا حرية الرأي والتعبير، إن ملاحظات جوهرية عليها. إحنا نعد مطالعة للتعديلات المطلوبة على هذه القوانين بما فيها القانون الجرائم الإلكترونية الآن، نعتقد أنه هو يعني لا ضرورة له ولا التعديلات لها ضرورة، لأنه لدينا سلسلة من القوانين الأخرى تعالج بعض الإشكاليات التي ترى الحكومة أنه مطلوب معالجتها. إحنا المطلوب منا بصراحة أن يكون لدينا حريات لسبب أساسي وجوهري. أولا نحن دولة ديمقراطية، لدينا إعلام واعي ومتزن. الأهم من ذلك أنه اليوم اللي بدك تخفيه أنت في وسائلك الإعلامية التقليدية التي لك تأثير عليها يظهر في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر في المواقع الإلكترونية، يظهر في الإعلام الخارجي. اليوم أنت ما بمعنى أن المشاهد والمستمع والقارئ تتوفر لدي منصات إعلامية قادر أن يطلع من خلالها على كل ما يحدث في بلدنا وفي ما يحدث في المنطقة. فإذا أنت أخفيت عنه المعلومة في وسيلة هو يراها في وسيلة أخرى، وبالتالي أنت أضعف نفسك أصبحت الرواية التي تلقى على مسامع المستمع، مسامع المستمع الأردني أو المشاهد الأردني أو القارئ الأردني، هي الرواية التي يريد الطرف الآخر أن يصيغها بالطريقة التي يريدها حتى وإن كان في سياق الدعاية السياسية. بمعنى أنه الموضوع توسيع هامش الحريات والتخفيف القيود القانونية عليها مهم، لأنه بالقدر اللي مهم فيه أيضا تدفق المعلومات من الجهات الرسمية. في إشكالية حقيقية أنه أنت الدولة عندما يحدث حدث معين للأسف الشديد ربما تكون روايتها متأخرة لدقائق أو لساعات. هذا التأخر في لدقائق أو لساعات يترك المجال لآخر أن يشغل هذا الفراغ بالرواية التي يريدها، وقد لا تكون حقيقية وقد تكون نصف حقيقية، وبالتالي اللحظة اللي أنت بدك تطلع فيها روايتك كدولة بتصفي، أنت مش معني تطلع، ما راح تكون قادر على أنك تطلع رواية الناس تصدقها. أنت بدك تضطر تطلع رواية اللي ترد على روايات أخرى أو تفند روايات أخرى، وبالتالي رسالتك تتشوه وما بتوصل بالطريقة ولا بالمحتوى ولا بالتأثير اللي أنت بدك إياه. اليوم مطلوب قانون حق الحصول على معلومة أن يراجع بشكل جذري وعميق، لأنه ما عاد مجدي أنه أنا أطلب معلومة تجيني بعد سنة. سرعة الاستجابة للتحديات تحتاج إلى ناطقين إعلاميين أكثر فعالية وأكثر استقلالية. بصراحة يجب أن تكون عنده صلاحيات أن يتحدث في الوقت المناسب بحيث أنه تكون الرواية الرسمية أو الحقيقة من وجهة النظر الرسمية حاضرة، كما من حق الآخرين أن يكون لهم وجهات نظر، لكن يجب أن تكون موضوعية ومهنية. موضوع الحريات عندنا واضح بنقابة صحفيين، نحن ندافع عنها كقيمة، ونعتقد أن موضوع الحريات لا يتجزأ سواء كان تعلق هذا بالإعلاميين أو غير الإعلاميين، بالصحفيين أو غير الصحفيين، لكن نحن نؤمن بقيمة الحرية المرتبطة بالموضوعية، المرتبطة برأي نقدي متزن وموضوعي، ونحميه بكل ما أوتينا من قوة ويذهب للسقف الذي يريده طالما هو مهني موضوعي لا يدخل في الخصوصية. لكن أن ننتقد الأداء مفهوم، لكن أن ننتقد الأشخاص ونتدخل في خصوصياتهم أو نحاول ابتزازهم أو نحاول الإساءة لأشخاصهم هذا مرفوض، ولا نعتقد أن هذا له علاقة بالحريات أبدا، هذا له علاقة بأي شيء آخر يمكن أن نسميه إلا موضوع الحريات. فهذا جانب من اليوم، هذا الإشكال يجب أن يعالج، يجب أن يحل. حالة الإعلام الأردني كلها يجب أن تحل. إحنا كنقابة معنيين نشتبك مع هذا الأمر، ومعنيين بأن نصل إلى حالة إعلامية أكثر استقرار وأكثر نضج وأكثر تأثير وأكثر قيمة، ليستطيع إعلامنا أن على الأقل في الحد الأعلى أن ينافس على تشكيل الرأي العام الأردني، أن ينافس على تحديد اتجاهاته أو بناء ثقافته المتعلقة بالقضايا الوطنية وغير القضايا الوطنية. إن بقينا في الحالة اللي احنا ماشيين فيها للأسف الشديد، أنا ما أعتقد أنه احنا رح نحدث فرق في حالة الإعلامية، لكن سنستمر كنقابة في الحديث مع كل الأطراف أنه حالة الإعلام بصيغته الحالية ما عاد مجدي، يجب أن يتغير ويجب أن يذهب باتجاهات أخرى. احنا كنقابة بصراحة كمان يعني مو فقط معنيين بهذا الجانب، هذا الجانب مهم جدا واستراتيجي وأساسي في عملنا، لكن احنا كنقابة أيضا لدينا مهمات لها علاقة بأن نثري حالة الإعلام الأردني، نثري حالة الإعلام الأردني في جزئية التدريب.
ونعتقد انه قطعنا شوط في الست اشهر الماضية، عقدنا دورتين مهمات نوعيات، واحدة منهم خاصة في أعضاء الهيئة العامة وأخرى لمتدربين خارج الهيئة العامة، واليوم أنهينا دورة استمرت لمدة أسبوع للتوجيه المعنوي، كان مشارك فيها ضباط من الكويت والبحرين ومن الأردن. لدينا مشروع تدريب متكامل السنة المقبلة لن يقل أهمية وقيمة عن الدورات التي عقدت. نراقب احتياجات الهيئة العامة، نتلمس احتياجاتهم في نوعية التدريب الذي يحتاجوه، ومعنيين بشكل أساسي وجوهري أن يكون التدريب يشكل قيمة مضافة عندهم، لأنه ما بنحتاج إلى دورات لمجرد عد دورات، نحتاج إلى دورات تشكل قيمة مضافة لزملائنا في الهيئة العامة. هذا بنلمسه من الخبرات التي نراكمها من اطلاعنا على ما يجري في الإعلام الخارجي، وكيف يتطور، وكيف يستلهم التكنولوجيا الحديثة والأدوات الإعلامية الحديثة والمضامين الحديثة. بنحاول أن نبني بصراحة منظومة تدريب تشكل قيمة مضافة عند زملائنا، وأعتقد أنه يعني راح يكون لدينا مشروع متكامل لمدة عام اعتبارا من العام المقبل. وفي جزء حقيقة من موضوع التدريب ليس فقط على المهارات الإعلامية، جزء منه راح يكون مرتبط بالثقافة القانونية وإطلاع زملائنا حتى يكون لديهم إطلالة ويكون لديهم معرفة في الجوانب القانونية المتعلقة بعملهم. لدينا أيضا رغبة بأن يكون جزء من التدريب موضوع الحريات، يعني حتى يكون الإنسان يفهم ويعرف حدوده وحدود الحرية المتاحة له، حتى للإفلات بصراحة من المكائد التي قد تنصب لهم أو من الأخطاء التي قد نرتكبها ومن ثم تكون سبب في مقاضاتنا. ولذلك أسسنا وحدة قانونية، أسسنا وحدة المساعدة القانونية في نقابة الصحفيين، تشتغل على مدار الساعة. مهمتها الأساسية تتعلق في جانبين، الجانب الأول هي المرافعة أمام المحاكم عندما يكون هناك قضايا على زملائنا لها علاقة بالحرية الرأي والتعبير وقضايا المطبوعات والنشر، ومن ثم هي المشورة والاستشارة المسبقة، بمعنى أن إذا كان لدى الزميل مادة صحفية يحتاج إلى أنه يتأكد من أن القانون لا يمس ولا يطال بأي جزء منها وبأي فقرة منها، بإمكانه أنه يتواصل مع وحدة المساعدة القانونية بما يمكنه من أن يكون على معرفة مسبقة من أن هذه المادة في سياقاتها القانونية الصحيحة والسليمة، وبالتالي لا يجد نفسه في مأزق مع الجانب القضائي. في الجانب المعيشي أيضا، وهذا كمان بصراحة نعتبره قيمة مضافة للعمل لوسائل الإعلام، ونساعد في تطوير المهارات الموجودة لدى زملائنا في هذا القطاع. الجزئية الثانية متعلقة بالجانب المعيشي، احنا معنيين بصراحة بنقابة الصحفيين أن نساعد، لأنه ندرك أهمية الحال المأزق المعيشي الذي يواجه زملائنا في هذه المؤسسات. انخرطنا في عقد سلسلة من الاتفاقيات اللي نعتقد أنها تشكل مسألة مهمة في معيشتهم، من حيث التسهيلات، من حيث الأسعار المرابحة الخاصة، من حيث الفوائد الخاصة سواء كان على موضوع القرض البنك التجاري أو موضوع قرض صندوق البريد. احنا الآن بنشتغل على اتفاقية مماثلة مع صندوق تنمية أموال الأيتام، وربما أيضا تكون لدينا اتفاقية أخرى مع صندوق الحج. معنيين في هذا الجانب نعظمه ونساعد بتوفير وتسهيلات تمكن زملائنا من أن تكون في متناولهم قروض لتلبي احتياجاتهم وتخفف من أعبائهم المالية. الجانب الثاني اللي بنشتغل عليه اليوم موضوع مثلا مشروع إسكان الصحفيين في محافظة الزرقاء. هذا المشروع صار له حوالي 17 سنة، لكن للأسف الشديد ما بنيته التحتية لم تكن متوفر أصلا، يعني لم يكن هناك بنية تحتية على الإطلاق. تمكننا من أن نأخذ تعهد وهو الآن تحت التنفيذ عمليا في المشروع، تموله البنية التحتية من كهرباء ومياه وطرق، تمول وزارة الأشغال العامة موضوع الطرق، تمول وزارة البلديات موضوع الكهرباء والماء. ونعتقد خلال 6 أشهر المشروع راح يكون منتهي، وراح نعمل يعني زيارة رسمية، ودعونا رئيس الوزراء ليشاركنا في تدشين جزء من البنية التحتية التي يجري عملها الآن في المشروع الإسكان. هذا بيساعد بصراحة، بيساعد الزملاء لأنه بيرفع سعر أولا أرضه، ومن ثم توفير البنية التحتية تمكن من يريد أن يقيم هناك أو أن يقيم بيت هناك ويستقر في بيت مملوك على أرض مملوكة له سيكون متاح. بنشتغل على موضوع علاوة المهنة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية بترا، معنيين
برفع نسبة العلاوة. وهنا في جزئية مهمة بصراحة، احنا ما بنطالب بعلاوة جديدة، هي علاوة موجودة، لكن للأسف الشديد إذا ما قرناها مع النقابات الأخرى سنجد أننا في ذيل العلاوات قياسا بنقابة المهندسين، قياسا بنقابة الأطباء زملائنا وأخواننا المحترمين. احنا ما بنطالب بعلاوة، لكن احنا نريد الإنصاف، لأنه نعتقد أنه في ظلم وقع على زملائنا في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وكالة الأنباء الأردنية، لأنه العلاوة متدنية قياسا بالنقابات الأخرى. احنا نشتغل مع الحكومة الآن وسنستمر في المطالبة والضغط باتجاه أن على الأقل إنصاف. يعني إحنا ما مش طالبين أكثر من الآخرين، لكن نكون ولا حتى مش زيهم بالضبط 100%، لكن على الأقل على مقربة منهم، أن لا يكون الفارق بين علاوة الصحفي في الإذاعة والتلفزيون والوكالة والنقاب الآخر بتكون 40%. يعني هذا كلام غير منطقي وغير واقعي يعني. وبالتالي نعتقد أن واجبنا كنقابة أن نتعامل مع هذا الأمر بشكل جدي، وإحنا نتعامل معه بشكل جدي حتى نقدر نوصل لمرحلة بنحكي انه في شيء من الانصاف. في الجانب الاخر لدينا وحده استثماريه تعمل الان على مجموعه من الاستثمارات، راح تمشي بخطين. الجزء من المسار الاستثماري له علاقه بتحسين عوائد النقابه، تحسين الدخل المتاتي الى النقابه بالاراضي المتوفره لها. والجزء الاخر من الاستثمار هو، وتحديدا راح يكون الموضوع بيع وشراء الاراضي للهيئه العامه، هو جزء أساسي من الجانب الآخر من مشروع الاستثماري، لأنه معنيين نوفر كمان لزملائنا اللي ما أخذوا وما استفادوا من المشاريع والمكارم السابقة أن يستفيدوا على الأقل في جانب البيع والشراء بتسهيلات معقولة بأسعار معقولة. وبالتالي احنا كنقابة نشعر أنه هذا واجب من الواجبات المتأتية علينا. في جانب ثاني مهم رح نشتغله بصراحة اليوم، وفي شكوى كثيرة منه من الكل، من الهيئة العامة، من الناس، من المؤسسات، موضوع الخلل الموجود في المهنة، الدخلاء على المهنة اللي للأسف يعني انخرطت في المهنة ناس غير مؤهلة ولا تملك مهارات التعامل مع الإعلام، لا تملك الحد الأدنى من الاحتياجات لتقول عن نفسك صحفي أو قادر على التعامل مع مسألة الصحافة ولا بأي صيغة من الصيغ. احنا معنيين بتنظيم هذه المسألة، وبنحكي للناس انه يا عمي القانون النقابة الصحفيين عدل بال2014. القانون حتى نفهم المسألة بالشكل التالي، نقابة الصحفيين لما أسست عام 1953 أسست للصحافة الورقية، ومن ثم بعد سنوات دخلت وكالة الأنباء الأردنية تحت مظلة النقابة، ومن ثم مؤسسة الإذاعة والتلفزيون أيضا دخلت بعدها بفترة تحت مظلة النقابة. كان حصرا الإذاعة والتلفزيون والوكالة بال2014 عندما عدل القانون فتح الباب على مصراعيه لمن يعمل في فضائية، لمن يعمل في إذاعة، لمن يعمل في موقع إلكتروني أن يسجل ويكون عضو في النقابة، ولدينا أعضاء. لكن عندنا إشكالية وين؟ أنه للأسف الشديد بعض المؤسسات لا تريد تكييف مسمياتها مع قانون النقابة، بعض المؤسسات لا تلتزم بدفع مستحقات النقابة، بعض المؤسسات لا تريد أن تعين الكادر أو الزملاء الموجودين فيها على كادرها وأن يكون لديهم رقم ضمان اجتماعي، لأنه إحنا معنيين كمان باستقرار واستمرار الزملاء في هذه المؤسسات. يعني إحنا ما بدنا يكون وجوده مؤقت، نريد تحصينه مسبقا حتى يكون قادر على أن يستقر ويشعر أنه يعمل في وظيفة ليس مهدد بعد شهر أو شهرين أنه يروح منها. المطلوب من المؤسسات أن تراعي هذه المسألة، الاحتياجات المتطلبة باستكمال شروط العضوية، ومن ثم الاحتياجات المترتبة عليهم أو الالتزامات المترتبة عليهم بموجب القانون اتجاه مؤسسة النقابة. جزء آخر بنشتغل عليه أيضا موضوع الخلل. بصراحة القانون واضح، قانون نقابة الصحفيين وقانون المطبوعات واضح في الجانب المهني، الصحفي هو عضو النقابة، ما في اثنين يختلفوا على ذلك بموجب القانون. المادة 16 بالقانون النقابة بتحكي انه ممنوع على اي مؤسسة إعلامية ان توظف الا عضو نقابة او متدرب. يعني بامكانك تجيب شخص جديد بتعينه متطابق عليه شروط النقابة وبيجي يتدرب عندي. هذا جزء من راح نفكر فيه، جزء من اعادة تنظيم واقع المهنة بكل التفاصيل والحيثيات الموجودة فيها. لدينا لجنة مهنة الآن تطور تصور للتعامل مع هذا الجانب، لم ينضج بعد ولم ينتهي بعد، لكن ربما يعني في فترة قريبة، وإحنا مستعجلين علينا نشعر أنه صارت القصة فيها عبء كبير على زملائنا. في الجانب الثاني عندنا قانون التقاعد بصراحة بده مراجعة وبده إعادة قراءة وبده دراسة اكتوارية حقيقية، لأنه أنا ما بدي بالآخر إحنا زملائنا يدفعوا اشتراكاتهم ومن ثم يأتي وقت لا يجدوا أن هناك صندوق تقاعد قادر على أن يلبي احتياجات التقاعد في المستقبل. عندنا التأمين الصحي في النقابة يحتاج إلى تجويد وتطوير ونشتغل عليه، وإحنا كنا معنيين بصراحة أن نشرك زملائنا في الهيئة العامة في صياغة هذا العقد التأميني الجديد.
بمعنى أننا كنقابة في 6 أشهر تمكننا بصراحة أن نتعامل مع عدد من الملفات أنجزناها. المرحلة الثانية الآن 6 أشهر الأخرى من السنة الأولى لدينا مجموعة من الملفات سنعمل عليها، وبشكل أساسي موضوع المهنة وموضوع الاستثمار، هذه مسائل أساسية وجوهرية. لكن في ذلك كله، في سياق ذلك كله، هذا كل ما نفعله هو بيساعد بصراحة المؤسسات، بيخفف العبء على المؤسسات بطريقة غير مباشرة، في جزء منه بشكل مباشر وجزء غير بشكل غير مباشر. لكن المسألة الأساسية والمهمة اللي بتغطي ذلك كله، أنه إحنا عندنا إشكاليات. أرجع وأحكي أنه عندنا إشكاليات حقيقية في حالة الإعلام الأردني، عندنا إشكاليات حقيقية في استقرار واستمرار هذه المؤسسات. نريد أن نفكر بشكل غير تقليدي، نريد من مستويات القرار السياسي أن تفكر بشكل غير تقليدي، أن تفكر بصورة أكثر إبداعية، أن تفكر بشكل مختلف، بحيث أنها تلتفت إلى أهمية الإعلام، وتلتفت إلى أهمية عندما تعين في مواقع الإعلامية المتقدمة أن تعين كفاءات وقادرة على أن تدير هذه المؤسسات وتشكل لها قيمة مضافة. اليوم مو مطلوب هياكل مؤسسات غير قادرة على أن تعمل بشكل حقيقي نتيجة الإرهاصات التي تواجهها قيادات الإعلام. نريد أن يكون هناك استقلالية لقيادة الإعلام. أنت لما تعين على رأس مؤسسة إعلامية شخص يفترض أنك تثق فيه، وبالتالي يفترض أن تمنحه هامشه ليتحرك، تمنحه هامشه ليدير هذه المؤسسة الإعلامية بشكل أكثر استقلالية وبشكل أكثر مهنية، وبشكل يمكنه من أن يضع المؤسسة في الطريق الصحيح، ويضع بالتالي يضع حالة الإعلام الأردني بطريق الصحيح. إحنا اليوم مرة ثانية بنحكي الإعلام مهم ومهم جدا ولا يقل أهمية عن أي مؤسسة وطنية. بالعكس، اليوم الدول جزء أساسي من معاركها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية تدار بالإعلام. الإعلام القوي هو الذي يمكن الدولة أن تكون قوية، الإعلام الضعيف هو الذي يضعف الدولة مهما كانت إمكانيات الأخرى قوية. عفوا، إذا ما كان في إعلام قوي وقادر ومتمكن، ستكون كل هذه القدرات مهما تعاظمت ما إلها أي قيمة وما إلها أي وزن. نتمنى أن نفكر خارج الصندوق، نتمنى من مستويات القرار السياسي أن تعيد النظر في طريقة تعاطيها مع الإعلام، أن تعيد النظر في السياسة الإعلامية، أن تعيد النظر في كيفية فهمها لرسالة الإعلام ودور الإعلام. تحتاج إلى مؤسسة إعلامية قوية، غير ذلك إحنا بندفع الثمن كلنا كبلد. وأتمنى أنه يعني هذه الرسالة توصل، لأنه محتاجينها توصل، ومحتاجين أن نصل إلى مرحلة يكون لدينا إعلام قوي قادر على مجابهة الإعلام الخارجي أو الأجندات الخارجية والتي يمكن تستهدفنا بصيغة أخرى. نحتاج إعلام قوي. أتمنى أن نفكر بشكل صحيح وسليم لنصل إلى هذه الحالة، وشكراً.